السلام عليكم. اليوم غادي ندويب على الليست فيو. غادي نشوفوا الفرق ما بين الليست فيو والليست فيو سيبريتد والليست فيو بويلدر، وعندنا حتى الليست فيو كاستم. المهم هنضرب على اول حاجه، شنو هي الليست فيو؟ فين كنخدموا فيها الليست فيو؟ كنخدموا بها فاش كيكون عندنا الايتمز دي اي، يعني ايتم تحت ايتم تحت ايتم، او لا مثلا عندنا مثلا كارت تحت كارت تحت كارت، وبغينا نسكروليو هذوك الايتم. حنا غادي نديروا اكزامبل. اول حاجه غادي نبداو بها هي الليست فيو. اوكي، نبداو بالليست فيو. هنا لاحظتوا انا كريت واحد الفيشي سميتو هوم، اللي هو فيه الهوم بيج، وهنا في المين كنعيط على الهوم بيج. لاحظتوا هنايا عندنا الباج نوار، باش نحيدو غادي نعيطو على واحد السكيفولد هنا اللي هو كيكون عنده واحد ديفولت كولور، ونعيطو على ابار، نعيطو على هذا الشكل هذا. اوكي اوكي حنا دابا غنديرو واحد ليزامبل ليست فيو. غادي نافيشيو هنا واحد ليستا كتسكرولي بحال هكا، وفيها دي كارت تحت منها. اول حاجه غادي نخدموا بها هنا، غنديروا اكزامبل ديال ليست فيو. ليست فيو عاديه، يعني ليست فيو تشيلدرن على الشكل هذا. وهاد ليست فيو عندها واحد البارامتر اللي هو تشيلدرن، يعني كتاكسبتي بزاف ديال الويجات، وتشيلدرن عباره عن ويجات. هنايا غنديروا مثلا حنا باش ما نبقاوش ريبيتيو نفس الحاجه، هنا غادي نمشيو نكريو واحد الميثود. هنا نكريو واحد الميثود اللي كتروتورن لنا تيب ويجات، غندير بويلد كارت بحال هكا. غادي تروتيرن لينا واحد الكونتينر، او لا المهم ندير كونتينر اللي عندو واحد هايت مثلا 100، ندير ديكوريشن نعطوه واحد كولور، كولور ريد، كولور مثلا بحال هكا، نعطوه ريديوس بحال هكا، ونعطيهم مثلا شادو بوكس شادو. هذا الشكل هذا. غادي نزوم هادشي شويه باش تقريبا ليكم مزيان. الو نقص نديرو بلاك دوز مثلا اوفسيت خليها زيرو، و نديرو بلور دابا. هنا عندنا واحد الميثود كترجع لينا واحد لاكارت اللي عندها سميتو، غنمشيو نرجعو هنا نديرو غير ايتم واحد بحال هكا. هاهو هادي هي ليست فيو. ليست فيو كتعطينا هنا شيلدرن. الا بغينا نديرو بزاف غنديرو كوبي كولي بهاد الشكل هدا مثلا. هاهو كيما كتشوفو معانا نزيدو هذه، ما عرفتش الصراحه علاش ما كتسكروليش. اون فيغ نديرو البولد واحد لا فيرسيون ويب، حيت انا هنا دابا حاليا ما نديرش ايميلاتور ديال الاندرويد ولا الاي او اس، ندير واحد ابليكاسيون ماك او اس غير على قبل الاندرويد شويه شويه ثقيل، الاندرويد ايميليتور شويه ثقيل، كنفضل نبقى خدام بهاد الماك او اس خفيف بزاف. اولا دابا المهم غندير ويب، دابا نبقاو نتسناو اننا نديرو سميتو نديرو الايميلاتور اندرويد. المهم هاهي غادي على فيرسيون ويب، هاهي كتسكرولي بهاد الطريقة هادي. هادي هادو هما التشايلد ديالنا، هانتوما باش نتأكدو من هاد لا فالور هادي مثلا نديرو هاهي تبدل لينا. وهذا هذا هي الليست فيو، يعني عندنا بزاف ديال الايتم الداخل ديالها كنعطيوها تشيلدرن. المهم هادي هي الليست فيو، وكاينين فيها دي بارامتر اللي كاينين في لي زوطخ ليست فيو اللي هضرنا عليهم، مثلا سكرول دايركشن كياخد يعني كيدير لينا الديريكشن ديال سكرول، سكرول واش من اليسار اللي من يعني هذا هذا نورمال، هذا عندنا الديفولت اللي هو فيرتيكال يعني من الفوق لتحت، يعني سكرول كيمشي لنا من الفوق لتحت. وكاين سكرول اوريزونتال مثلا هنا اكسس اوريزونتال، هنا غادي نطيحو في واحد الايرور مزيان نشوفو. هنا نورمالمون مبان لينا والو، حيتاش نورمالمون هذا سكرول اوريزونتال، وسكرول اوريزونتال كيبغي التشايلد ديالو يكون عندهم ويد، يعني هنا ضروري خصنا واحد الويد باش يقدر انهم يديبلاصاو اوريزونتالمون معاها بحال هذا الشكل هذا. نعطيو 100 تماما بحال هكا. وبالنسبه للهايت راه اوتوماتيكمون فاش كنديرو اوريزونتال راه ماشي بالضروره، ما كيخصنا هاد الهايت هذا ما كيبقاش ياثر، كيولي ياخد هذا كيولي ياخد الهايت ديال البارنت ديالو. فهاد دوك هاد ليست فيو راه واخده الهايت كامل اللي بقى، يعني الا بغينا حنا نقصو من الهايت راه خصنا ندير واحد البارنت هنا
مثلا انا غنديرو سايز بوكس وغادي نعطيو هايت على الشكل هذا. هنا غادي تولي سكرول هنا اوريزونتال، ما عرفتش علاش سكرول ما خدام. هذا هو حيتاش انا ما هو وي وي اوكي. هذا هو سكرول ديالنا. راح نجربو واحد لابليكاسيون ماك او اس حتى هي، نديرو ليها الديبوك ونشوفو. المهم هذا هو السكرول هنا اوريزونتال، صافي نرجعو داكشي كيف ما كان، نخليوه هنا فيرتيكال عادي. شوف اوكي هو خدام هنا، غنحيدو هادي. انا علاش ما خدمش ليا قبيله، كنت كنسكرولي بداك بلا سوغي كنبقى نكليكي، نورمالمون كدوز غير بالصبع بحال هكا باش كتسكرولي. الوغ غادي نرجعو بحال هاد الشكل هذا. هو عندنا السكرول دابا فيرتيكال بحال هاد الشكل. غنشوفو شنو ممكن لي بارامتر اللي كاينين هنايا. كاين كونترولر من بعد بديت تحكم بهاديك الليست هو كنخدمو بيه، ولكن نعطيكم انا الاهم اللي كيتخدم بيه بزاف. الوغ نكملو في لي بارامتر، نشوفو حنا لي بارامتر اللي هما مهمين بالنسبة لينا. في حالة فيزيك هادي كيعطيك الطريقة ديال السكرول، كاين الباونسين زعما هنا، حيتاش هنا عندنا بحال هادي الباونسين سكرول، هذا باونسين سكرول. مثلا نجيو نديرو فيزيك، هو هذا الباونسين سكرول فيزيك، هذا نورمال هو هذا كيتسمى باونسين. فاش سكرولي بحال هكا وكيرجع بهذا الشكل هذا. كاين عندنا مثلا نيفر سكرول فيزيك، هذا كيمنع لك مازال باقي تسكرولي، ما تبقاش تقدر تبقي تسكرولي. نشوفو دوتر بارامتر، دوتر بارامتر عندنا البادين، انا نقدر نديرو بادين من هنا وبادين من هنا وبادين من الفوق. مثلا نديرو كونست ايت سيت اول مثلا 20 بحال هذا الشكل هذا. كما قلنا هنا البادين ديال هذا ها هو، يعني كتزيد بادين على هذه كامله. لاحظتوا هنايا انه هنايا كاين نقدروا نزيدوا واحد الاسباس، او نديروا مارجين لتحت باش يعطينا اسباس ما بين كارت وكارت. هنا نديروا مارجين اتش انسيت اونلي بوتوم مثلا 10 بهذا الشكل هذا. ها هو كيعطينا هذاك الشادو، صراحه مخسر الشكل ديالهم نحيدوه. هادو هما لي كارت ديالنا. هنا نشوفو واش نقدرو نشوفو دوطخ بارامتر لي هاد ريفيرس كتريفيرسي زعما الترتيب ديال هاد لا ليست، يعني كتكون غادية بواحد الترتيب وكتريفيرسي ليك الترتيب ديالها. سكرول دايركشن هضرنا عليها، هادشي نهضرو عليه من بعد. نهضر على واحد المشكل اللي كنطيحو فيه لي ديفلوبر فلاتر في هاد ليست فيو بزاف، هو ديال كولوم. انا درنا بحال هكا ودرنا كونترول اس، هنا عطانا واحد الايرور. غنحيدو هادي باش ميبقاش يوقف لينا. هنايا مقولات عندنا باج بيضاء وعطانا واحد ليرور ديال لايوت هاد راندر بوكس واز نوت ليد اوت. هادشي حيتاش نورمالمون هنا ليست فيو كتولي ديما كتكون ديما باغيه واحد الهايت اللي هو ديفيني. في الاول كانت واخده الهايت ديال هاد البادي ديال السكيفولد اللي بقى، يعني اوتوماتيكمون راه هي عارفه الهايت ديالها. دابا هنا ملي ولات تحت الكولوم، الكولوم ما عندوش واحد الهايت، يعني كيبقى هو كياخد الهايت ديال تشيلدرن ديالو، ولكن هي هاد ليست فيو هي باغا هايت، هي كتقلب على هايت، يعني كتقلب على واحد الارتفاع. هنا ما كتلقاش، هنا فين كيوقع المشكل؟ هنايا عندنا جوج ديال الحلول، سواء كنديرو هاد شرينك والراب، يعني انها كتولي كتبع الهايت ديال تشيلدرن ديالها، يعني بحال اللي قلتي كتجمع على تشيلدرن ديالها بحال هاد الشكل هذا. مي كيبقى عندنا هاد سميتو، هذا ماشي حل اللي هو مزيان. كهاد الحل كيعاون في ديكا وحدين اخرين، مي احسن حل في هذا المشكل هذا فاش كدير كولوم وكتبغي دير وسط منه ليست فيو، هو دير ليها اكسباندد باش كتاخد لو ماكسيموم هايت اللي عندها بحال هاد الشكل هذا. المهم هنا ندوزو هاد الشيء دابا باش ندوزو لوتر لي زوتر تيب ديال ليست فيو. عندنا ليست فيو الوغ هنا هضرنا على ليست فيو وكيفاش شنو كنقدروا نخدموا بها. في الفيديو الجاي غادي نهضروا على ليست فيو بويلدر وليست فيو سيبريتد وليست فيو كاستم، حيتاش هادو راهم فحال فحال. في هذا الفيديو هذا درنا بحال ان انتروديكسيون على ليست فيو امتى كنحتاجوها. غادي نزيد واحد الحاجه قبل ما نسالي الفيديو، هي نهضر على سينجل تشايلد سكرول فيو. احنا غادي مثلا تخيلوا عندي انا هنايا كولوم ياك بحال هذا الشكل هذا،
هنا هيوقع لنا واحد المشكل، انه هذا الكولوم هذا ما عندوش شي حاجه سميتها سكرول، انه عنده لي زيريمو هنا جا واحد الاليمون ما بقاش لقى اسباس، داكشي علاش طلع لنا هذا الايرور هذا. فهاد لوكا حنا مثلا مفترضو ما بغيتيش تخدم بالليست فيو، بحال هذا بغيتي يسكرولي هذا الكولوم بيتي يولي كيسكرولي، يعني هاد لي زيليمون ديالو يوليو سكرولابل، يعني غنجيو هنا غنخدمو واحد الويجيت سميتها سينجل تشايلد سكرول فيو بهذا الشكل هذا. هنا تحيد لنا المشكل ديال هذه، يعني هذه ردات هذا الكولوم كي سكرولي، هذا مكان تهلاو